الوزارة بالتأكيد هي مستعدة بكافة خططها بشأن آلية الاختبارات، وبإذن الله خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة عن كافة التفاصيل التي سيتم اتباعها في آلية الاختبار. بالتأكيد الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وأيضا سلامتهم والتحقق من جودة العملية التعليمية ومعرفة نواتجها والتحقق منها. لذا لابد أن يكون هناك اختبار لتقيس نواتج تعلم المرحلة الماضية والقيام على الخطط العلاجية للطلاب، وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.